اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من الزغلول بيحكي فيديو راحه نفسيه. ليتس جو. اوه شو الالوان هاي؟ ايش هاي؟ حشرات. الله يا جماعه نفسي اجربها هاي. هاي نفسي اجربها قريبا. حتشوفوا بالفلوج طالع فيه في بالعقب كأنه. مش هاي ال تبع جبنة بوك؟ هلا حتطلع حي. انا عارف الفيديوهات هاي. والحي والحي ليش بطلع رغوة من الرمل؟ صرف. تريح تريح الأعصاب يا جماعة. زلمة انت اسطوري، المفروض كنت ارتاح نفسيا. بس ايش الخراف اللي انت عملته هذا؟ والله اسطوري. احكي لكم شغله، وانا صغير كنت دائما لما اشوف هيك شغلات انط، وكنت دائما انط على الشجر واتشعلك في اي مكان. بلكي عملنا لكم فيديو انا ودويكات حكينا على المط تبعنا. كنت اي مكان اشوفه اظل هيك احب اتشعبط وانط. اوكي. حلو والله هذا البيانو، بأي بلد هذا؟ هاي ايس كريم؟ هذا كيك ولا مش كيك؟ ولا لا مش ها مش هذا الفيديو. والله بدها ايس كريم. ايش هذا؟ بيض سمك؟ باين عليه ميلك شيك اسطوري. بخلي الشباب يعزموني، حرام هم حزانين علي عشان انا بعمل 24 فكره، مش عارفين انه انا قدها. اذا انا بجري بجري ما بعرف اعملهم، انت باصابعك. ايش القرف هذا؟ وليش احضر وانت قاعد بتسلك مجاري؟ سمعيني هذا صوت هيك تشك 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 تشك. هذا هيك مريح. الله ابدع. كرة الثلج هاي ولا الماسي؟ شفتوا مين معي اليوم؟ معي اللمبة، والله شكلها اسطوري، هاي بتغير لونها بالتليفون، بس تليفون مع احمد الغبي. قلت له يحط لي لونها ازرق، حط لي اياها لونها بنفسجي. شو الجيل الشفاف هذا؟ مبين عليه اسطوري هذا. بس نفسي اعرف شو هو هذا، مي ومثلج ولا جيلي ابيض؟ مش عارف. بتعرف بخاخ الثلج هذا كنا نشتريه واحنا صغار؟ هذا بس عاملينه بس على كبير هيك بتوقع يعني، او صابون. هو نفسه صابون بس يعني عاملينه بس حجم كبير، قاعدين ببخوا على الناس. والله سريعين كثير.
بتقصب بالكيك. شكله عم تسوي شكل واحد وصاهم انه يعمل كيكة عوجه حبيبته. لا واضح ان انا قاعد بفتي، طلع تنين. والله ابداع. والله مستغرب كيف هدول الناس هيك عندهم مزاج ورايقين بيعملوا بتفنن وبيطلع معهم هيك. والله اسطير. انا وانا بحياتي انا كبيري بعمل بيض، بقلي بيض يعني وفتوتشيني ومقلوبة، بس ما هدول الابداع، هدول بتفنن. شوف فيديو راح نفسية تاني، هذا مبين عليه مقطع اسطوري. اشياء ستراها لأول مرة في حياتك، مقاطع مريحة للأعصاب. مش هاي اللي بيحكوا عنها الزمرد والأحجار الثمينة؟ هيك بلشت الراحة النفسية. هيك بيطلع معنا شلول وبرايز ورباع. شو هاي، معكرونة؟ شيبس. بس ليش هيك بلزق؟ شكله بغزي. هاي الفيديوهات بلاقيها كثير على التيك توك، برتاح نفسيا اول ما اشوفهم على طول. في واحدة بدبي بشوفها دائما هيك بتطلع شغلات حلوة، واللي تكون هاي في دبي اصلا. لا هاي في بغي، هاي البرج ايفل. كثير ناس راحوا على برج ايفل حكوا انه بيخزي، يعني هو على الواقع مش زي ما احنا بنشوفه على الصور، انه بالصور برجوك اياه انه هو كثير حلو ورومانسي، بس هناك بتروح بتلاقيه عمود عادي. بعرفش اذا في حدا راح على برج ايفل يكتب بالكومنتات اذا هو حلو ولا لا. شو هاد؟ سنجاب؟ اجيب سنجاب اربي؟ والله لو في بالاردن لاجيب سنجاب، بس هذا والله ما انا عارف هو سنجاب ولا ارنب؟ شكله سنجاب، سنجاب صح؟ شو اللون القرف هذا اللي حطيته على راسك؟ لا مش مريح نفسيا، هو مريح لنا اللون، بس شو اللي شو اللي عمليته في حالك؟ لا والله طلع اللون اسطوري، احلى من اللون اللي كان عليك. قولي قولي كيف عملها هاي؟ ايوه هيك بلعب، بيعملوا الالعاب زي البطه هاي اللي بتحطها معك بالبانيو. انا فكر هيك اجيب رشاش ابيض وارش غرفه احمد كلها. كلكم حكتولي لازم انتقم من احمد، فايش بلون كل غرفته ابيض، حتى جهازه بخليه ابيض ما يعرف يستعمله. ولا لا حرام حرام، انا قاعد بستعمل مكتبه عشان اعمل الفيديوهات الخرافيه هاي. بس قريبا حاعمل مقلب باحمد ارد فيه حقي على اللي عمله فيه. مش هاي الكوكو نت؟ مش عارف. قولي اديله. ايش هاي الشوربة؟ يمكن شوربة بندور. لون. والله شغله مريح نفسيا، بس هيك برمي الكتب. كتب هدول؟
جماعة هاي النبت كثير بتوجع، مرة وقعت على خلينا نكمل. اتوقع هذا حوت. اوه هاي الصابون، لا ولا هاي مش صابونة، صابونة. انا مالي انا اتلخبط، الله يخرب بيتك يا ناجي، خلتني اتلخبط بين فيديوهات الراحة النفسية وكيك ولا مش كيك وصابونة. يا جماعة اللي بيعملوا هيك زي هيك شغل هدول بتعرفوا لو بكونوا هذا عنده حكمة، يعني هذا ابو لحية هيك، ابو لحية طويلة هيك، هذا بيعطيك حكمة قديش هو رايق، بيعمل صحن وبلفلف. وانا نفسي اعمل زي هيك، بركي سافرت على الصين ورحت لعند واحد زيهم هيك اكون مرتاح. شو عم بقلي تفاحة؟ كيف رجعت حمرة؟ يا بعد ما تقشرت رجعت حمرة؟ والله ابداع. اوكي يا جماعة هذا فيديو الروح النفسي. المفروض اتعاقب صحيح. الفيديو اللي بعده هتلاقوا العقاب على طول. انا اسف يا جماعة بس حبيت هيك ارتاح نفسيا. بس شو هو الغباء، كان المفروض ارتاح نفسيا بعد 10 فيديو. اوكي الفيديو الجاي فيه العقاب، كم بتقيمه من 10 الراحة النفسية؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات. مع السلامة.